كل صلاة رمضان صالح رمضان قال في وقت فرنسا قال أنا مسلم لا أعتني إلا بما فيه الصلاح لأمتي أو أفخر صلاح الأمة لا تفخر منهم هذا المسلم أنا مسلم لا أعتني إلا بما فيه الصلاح لأمتي أو أفخر والدين والوطن المفدى واللغة لا أنثني عن ملتي أو أقبر إني لها حيا أو ميتا فاشهدوا يا قوم إني بالفداء مبادر روحي ونفسي والجوارح كلها وقف على ذاك التراث محجر ما نبالي في هواه بالضرب أو بالطعن بل بالشق لا أتعثر هذه الطبيعة بالدماء ممزوجة والطبع في الإنسان لا يتغير هيهات 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 يسعد مسلم ما لم يكن في نفسه للدين شيء يذكر آليت أقسمت على نفسي يمينا سابقا أن أخدم الدين القويم وأجهر بمعنى أن تؤمن ولكن في استحياء أن تقول ربي الله أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر ببلاغة وبسياسة وبموعظة وبتذكير وكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأن هذه السفينة التي نركبها نخشى أن نغرق جميعا يعين بعض وتعاونوا على البر والتقوى نلتفت لك ونذكر الناس وندعو العاصي لأن يتوب إلى الله عز وجل فحينما سمعنا بهذه الموجة وأن الخمور بعد أن عفانا الله منها وصارت بلادنا نقية لا يوجد فيها حالات فإذا كثرت الحالات لمن؟ لأولادنا الذين نقول يقول الله عنهم قوا أنفسكم وأهليكم نارا ستأكلهم أم الخبائث وتأكلهم النار بعدها ونحن نتمنى الإنسان أن يعي يكون واعي وشكره في الخمر ماذا نقول تسب بكل لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فقال تبا لها بعدا لها صارت من عمل الشيطان وأنها جمعت مع الأزلام وجمعت مع الأوثان مع الأصنام والأنصاب ما بقي لها من قيمة لما أسقط قيمتها ربنا عز وجل ذمها ربنا وحرمها ولعل في الناس ما زال من يقول اسمعوها كثير اسمعوها كثير ومرة تتناقشوا يا جماعة وكل يدلي لدلو يقول ربي ما حرمش الخمر أريني آية فيها كلمة الخمر حق تسمعون هذا الإنسان يفتي لنفسه بل هي فتوى شيطانية أعطاها الشيطان هذا الأمر أقوله سريعا الخمر كانت من أعز المشروبات لدى العرب ولذلك قالوا ما اشتد علينا تحريم شيء مثل الخمر صعبت علينا كثير الخمرة يعني لماذا؟ يشربون أكثر من القهوة القهوة عندنا احنا يشربونها في الصباح والمساء يسمى الصبوح والغروب وبعد العشاء وبين ذلك ولا يوجد في المدينة تكلموا عن المدينة مدينة المنورة في المدينة لا تجد زبيبا ولا تمرا ولا عسلا ولا كذا إلا وقد حول إلى الخمر
من طقاس ما تلوس الحيطة. والخمر تصنع من البر والشعير، البر هو القمح، والشعير والعنب والتمر والعسل.